السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي مع الفصل الدراسي الأول مع مادة اللغة العربية. النهاردة معانا المحور الأول من أكون، الموضوع الثاني غذاء الصحي. معانا النص المعلوماتي بتاع النهاردة: جسمي وعناصر الغذاء، الهرم الغذائي. تعالوا نشوف النص بيقول إيه. الهرم الغذائي هو دليل يوضح أنواع الأطعمة المختلفة التي يحتاج الإنسان إليها بشكل يومي. ويقسم الهرم الغذائي الأغذية إلى 5 مجموعات يحتاج إليها بكميات بعينها لبناء جسم يتمتع بصحة جيدة. أحبائي وحبيباتي، الهرم الغذائي هو دليل أي مرشد يوضح لنا أنواع الأطعمة المختلفة التي يحتاج الإنسان إليها بشكل إيه حبيباتي؟ بشكل يومي. ويقسم الهرم الغذائي الأغذية إلى 5 مجموعات يحتاج إليها بكميات بعينها، يعني لا يصح أن نزيد أو ننقص. لكل مجموعة من مجموعات الهرم الغذائي كمية لابد أن يتناولها الإنسان على مدار اليوم. طبعا إحنا بنتناول الغذاء في 3 وجبات أساسية، هي وجبة إيه وإيه وإيه؟ مثل الإفطار والغداء والعشاء. جزاك الله خيرا. يبقى لابد أن تحتوي 3 وجبات على الأطعمة التي يحتاج إليها الإنسان خلال الإيه اليوم. هيا معا نتعرف على الهرم الغذائي. لو نظرنا لقاعدة الهرم الغذائي ماذا نرى من الأطعمة حبيبتي؟ ميس، عندنا الحبوب الغذائية وعندنا الخبز. والحبوب الغذائية ميس اللي هي زي الأرز بس، والقمح والمكرونة والفول واللوبيا والفاصوليا، كل أنواع الحبوب الغذائية. جزاك الله خيرا. في المجموعة الثانية حبيباتي نجد ميس عندنا الخضروات وعندنا الفواكه. الخضروات مثل الجزر والطماطم وعندنا اللي هو نبات الكرنب والبطاطس، وعندنا في الفواكه التفاح والموز والعنب والبرتقال. كل هذه المكونات التي تمد الإنسان بالفيتامينات. نجد المجموعة الثالثة من مجموعات الغذاء وهي أو في الهرم الغذائي هي مجموعة اللحوم يا ميس والدجاج، اللحوم مثل الدجاج والسمك وغيره. نجد أنواع مختلفة من اللحوم أحبائي، مثل لحوم الدجاج بأنواعها أو الطيور بأنواعها، سواء كان دجاج بط وهكذا. ونجد لحوم السمك، ونجد لحوم البقر والحيوانات التي نتناولها. تأتي المجموعة الرابعة في صورة اللبن والجبن يا ميس. اللبن والايه بمشتقاته، سواء كان جبن وزبد وقشده وكريمه وكل انواع الاطعمه التي نصنعها من الالبان. وياتي في قمه الهرم ويجب ان تكون بكميات صغيره مثل الحلويات والسكريات. هيا نعرض معا الهرم بصوره مفصله لكي نستفيد جميعا من الانواع الغذائيه. أول مجموعة عندنا ميس هي مجموعة الحبوب الغذائية مثل الأرز، وعندنا الخبز ميس. وقلنا الحبوب الغذائية مثل إيه حبيباتي؟ الأرز، المكرونة، القمح، اللوبيا وهكذا، يعني الحبوب الغذائية. يبقى نعرف دلوقتي حبيباتي إن المجموعة الأولى وهي قاعدة الهرم وتحتوي على الحبوب الغذائية مثل الأرز واللوبيا وهكذا. طيب والمجموعة الثانية بنلخص كده مع بعضنا تاني، هي مجموعة الخضروات يا ميس والفواكه. جزاك الله خيرا. والمجموعة الثالثة ميس عندنا اللحوم بأنواعها. لحوم بأنواع مثل لحوم البقر واللحوم الأسماك، وقلنا لحوم الطيور. جزاك الله خيرا حبيباتي. والمجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة ميس عندنا الألبان ومنتجاتها. مثل بننتج من الألبان؟ الجبن. جزاك الله خيرا حبيباتي.
المجموعة الخامسة وهي التي نحبها جميعا، الحلويات الحلويات والسكريات. بأنواعها بقى، البونبوني والشوكولاتة والبسكوتات. طبعا لو لاحظتم ان معظمكم من عاداتكم الغذائية عادة تناول الحلوى، واحنا عايزين من بعد كده نغير هذه ايه العادة العادة، نغير هذه العادة. العادة هيا نلخص معا المجموعة الأولى بالتفصيل. قلنا المجموعة الأولى وتشمل إيه؟ وهي قاعدة الهرم. وتشمل إيه حبيبتي؟ ميس تشمل الحبوب المختلفة ومنتجاتها كالخبز والأرز، وهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة. يبقى لماذا نتناول الحبوب المختلفة كالخبز والأرز حبيبتي؟ لأنها تمد الجسم بالطاقة تمد اللازمة. الجسم بالطاقة اللازمة. أنا دلوقتي عايزة أذهب للمدرسة في الصباح، وطبعا عشان أروح المدرسة محتاج طاقة إن أنا أركز مع المعلمة، محتاج طاقة إن أنا ألعب مع زملائي، محتاج طاقة للذهاب والعودة، عليا بتناول ايه؟ بعض الحبوب الغذائية لتمد الجسم بالايه؟ بالطاقة. طيب حبيبتي المجموعة الثانية تذكرتي معي ماذا كان يوجد بها؟ ميس كانت تشمل الخضروات والفواكه، وهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن. جزاك الله خير. ما فائدة الخضروات والفواكه للجسم؟ تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن. جزاك الله خيرا. يأتي دور المجموعة الثالثة في الهرم الغذائي وتشمل البروتين المختلف. استمعنا لكلمة البروتين من سابق؟ طبعا يا ميس. قلنا ايه البروتين؟ البروتين احنا قلنا اللحوم والدجاج، لحوم الدجاج والحيوانات والسمك، كل ده كده هنسميه ايه حبيبتي؟ بروتين حيواني. بروتين ايه؟ حيواني. يبقى اللحوم، لحوم الدجاج ولحوم الطيور المختلفة ولحوم الأسماك بتمد الجسم بالبروتينات. تمد الجسم ايه حبيبتي؟ بالبروتينات. وده بسميه بروتين ايه؟ حيواني، لأن أنا واخدة منتجات الحيوان، واخدة منتجات ايه؟ الحيوان. الحيوان. جزاك الله خيرا. وأيضا يا أحبائي يوجد البروتين النباتي في البقوليات. يوجد البروتين النباتي في ايه؟ البقوليات. زي ايه البقوليات؟ شايفين الصورة التي امامك؟ انظر كده حبيبتي. العدس والعدس بكل انواعه، اصفر بقى واللي هو العدس بجبة، وبعض انواع الحبوب زي الحلبة والايه والاشياء الاخرى والفول طبعا. يبقى ايه عندنا؟ البروتين النباتي والبروتين الحيواني. وين البروتين الحيواني كاللحوم والدجاج والسمك والبقوليات مثل الايه؟ الفول. طيب ما أهمية المجموعة الثالثة للإنسان، أو لماذا يحتاج الإنسان لتناول كميات بعينها من البروتينات والبقوليات؟ لأنها مهمة لبناء العضلات. بتبني الجسم أحبائي، وبتبني جزء من الجسم وهو العضلات. يبقى أهمية البروتينات تبني الإيه؟ العضلات، أو مهمة لبناء العضلات. طب احنا قلنا الهرم الغذائي يقسم المجموعات الغذائية إلى كم مجموعة؟ خمس مجموعات. أخذنا المجموعة الأولى، هي المجموعة الأولى يا ميس كانت تشمل الحبوب المختلفة ومنتجاتها كالخبز والأرز. شكرا حبيباتي. وهي تمد الجسم بإيه؟ بالطاقة اللازمة. طب المجموعة الثانية وتشمل؟ تشمل الخضروات والفواكه، وهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن. المجموعة الثالثة وتشمل؟ تشمل البروتين بأنواعه، سواء البروتين الحيواني كاللحوم والدجاج والسمك، والبروتين النباتي كالبقوليات. كم تبقى لنا من مجموعة الغذاء؟ مجموعتين يا ميس. جزاك الله خيرا. هيا نتعرف معا على المجموعة الرابعة والمجموعة الخامسة، وقد ذكرناها سابقا أنها تشمل إيه؟ تشمل الحليب ومشتقاته من لبن وجبن وغيره. تشمل الحليب ومشتقاته، مشتقاته من لبن وجبن. طبعا احنا عارفين كلنا مشتقات الألبان، أنواع الألبان اللي انت بتحبها إيه واللي بتتناولها دائما في إيه؟ في الإفطار وغيرهما. طب ما فائدة الحليب ومشتقاته لجسم الإنسان؟ ميس هي تمد الجسم بالكالسيوم. بتدي عنصر مهم جدا لجسم الإنسان وهو الكالسيوم. جزاك الله خيرا حبيبتي. ما فائدة الكالسيوم لجسم الإنسان؟ مهم يا ميس جدا لبناء العظام والأسنان. يعني أنت لما تشتكي بأسنانك يبقى أنت بتقصر في تناول إيه؟ في تناول الحليب. الحليب. يبقى لابد جميعا أن ننتظم في تناول كوب الحليب في الصباح.
وايه وايه ونعمل سندوتشات من الايه من انواع الجبن المختلفة. جزاك الله خيرا حبيباتي. المجموعة الخامسة وطبعا كلكم عارفينها وبتحبوها قوي قوي قوي، ولكن لا يجب ان نصرف في ايه تناولها. يعني ايه نصرف في تناولها؟ يعني نزيد من ايه من تناولها، لانها تصيب الجسم بالايه بامراض السمنة وغير والكثير من الامراض. طيب قلنا قمة الهرم بيحتاج الجسم اليها بكميات قليلة وتشمل الحلويات والسكريات. يبقى قمة الهرم الغذائي هي ميس قمة الهرم الغذائي هي تشمل الحلويات والسكريات التي تمد الجسم بايه بالطاقة. طب اذا اكلها الانسان بكميات كبيرة فانها تسبب له السمنة وتصيبه بالامراض. السمنة يعني زيادة الوزن. السمنة يعني زيادة الوزن طبعا بشكل غير ايه صحي، لان في زيادة للوزن طبيعية وفي زيادة للوزن مرضية. الزيادة للوزن المرضية بنصاب بيها نتيجة ايه زيادة ايه تناول كميات معينة من الأطعمة، من أمثلتها زيادة في تناول الحلويات، وكذلك أيضا الزيادة في تناول الكميات المجموعة الأولى مثل الأرز والايه والخبز. يبقى علينا جميعا أن نتبع دليل الهرم الغذائي أو المرشد الغذائي لنا، وهو الهرم الايه الغذائي. هيا نكمل حبيباتي. بيقول لي ايه يا احبائي؟ ضع الكلمات الاتيه في مكانها الصحيح في الفقره ثم اجب. يحتاج جيده 5 دليل بكميات. بيكلمني عن ايه في القطعه بتاعتي او الفقره بتاعتي؟ عن الهرم الغذائي. بيقول لي الهرم الغذائي نقط يوضح انواع الاطعمه المختلفه التي نقط إليها الإنسان بشكل يومي. يقسم الهرم الغذائي إلى نقط مجموعات يحتاج الإنسان إليها نقط بعينها لبناء جسم يتمتع بصحة النقط. هيا معا نقرأ مرة ثانية ونكمل الفراغات. الهرم الغذائي قلنا عليه ايه؟ دليل. جزاك الله خيرا. يوضح انواع الطعام انواع الاطعمة المختلفة التي نؤت اليها الانسان يحتاج اليها. جزاك الله خيرا احسنتي. بشكل يومي يقسم الهرم الغذائي إلى نقط مجموعات 5 مجموعات. جزاك الله خيرا حبيبتي. يحتاج الإنسان إليها نقط بعينها ميس بكميات بعينها. يحتاج إلى الإنسان إليها بكميات بعينها لبناء جسم يتمتع بصحة جيدة. جزاك الله خيرا حبيبتي. بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. يحتاج الجسم إلى جميع أنواع الطعام بكميات كبيرة. طبعا إيه يا ميس؟ إجابة خاطئة. لأنها إيه قلنا بنحتاج الجسم إلى جميع أنواع الطعام بس بكميات بعينها. كل مجموعة من مجموعات الغذاء علينا أن نتناول منها الكمية التي يحتاج إليها الجسم فقط، ولا نزيد ولا نقلل، نعتدل في تناول الطعام. رقم 2 عندنا الخبز والأرز يمدان الجسم بالطاقة. طبعا يا ميس الإجابة صحيحة. البروتين مهم لبناء العضلات. إجابة صحيحة. تناول السكريات بكميات كبيرة يسبب السمنة. إجابة صحيحة يا ميس. أحسنت صديقتي. جزاك الله خيرا يا ميس. والآن مع التعبير الكتابي. أحبائي وحبيباتي، من أهم فروع اللغة العربية التعبير الكتابي، لأنه يساعدنا في التعبير عما نريد. أخذنا العديد من أنواع التعبير الكتابي، واليوم جاء معنا كتابة مطوية. يبقى درسنا اليوم أو
الجزء الخاص بالتعبير الكتابي اليومي، كتابة ايه حبيبتي؟ مطوية. يا احبائي جميعنا يصل الينا مطويات في شهر رمضان اللي بنقول عليها ايه؟ امساكية، صح حبيبتي؟ وبعض الاوقات بعض المتاجر الكبيرة تطبع المطويات بايه؟ بمشترياتها او بمعروضاتها التي تضع عليها ايه؟ عروض. اذا احبائي المطوية في متناولنا ايه؟ جميعا، ونراها في كل مكان، ولها اهمية انها بتعرفنا عن المجال الموجودة ايه فيه. يبقى المطوية احبائي هي عبارة عن وثيقة او اعلان منشور عن بطاقة تعريفية، عن بطاقة تعريفية. كلنا بنذهب للمتاجر والايه بنرى صور المعروضات، وماما تدي لك الكتيب كده، تعطيك الكتيب وانت بتتفرج وتشاهد هذه الايه المعروضات، وتبتدي مع ماما تختار ما تريد ان تشتريه. هيا معا نتعرف على معنى المطوية ومكونات المطوية. اول حاجة حبيبتي قلنا المطوية هي عبارة عن ايه؟ وثيقة. اكملي حبيبتي. عبارة عن وثيقة او اعلان او منشور عن بطاقة تعريفية في مجال معين او موضوع معين. عبارة عن وثيقة كما يبدو لك في الصورة، ورقة مطبوعة وموجود فيها محدد فيها الموضوع والإعلان عن شيء ايه معين. يبقى هي عبارة عن ايه؟ وثيقة او اعلان او منشور عن بطاقة تعريفية. قلنا ايه؟ بطاقة تعريفية، يعني عندما نقرأ البطاقة نتعرف على المجال والموضوع الذي ايه نريد ان نعرفه، او المطوية او موضوع المطوية اللي هي تم طباعة المطوية من اجلها، وتم كتابة المطوية من اجل تعريفنا بمجال او موضوع معين. يبقى تاني، المطوية عبارة عن وثيقة او اعلان او منشور. يلا حبيبتي. المطوية عبارة عن وثيقة او اعلان او منشور عن بطاقة تعريفية في مجال معين، في مجال معين او موضوع معين، او موضوع معين. هيا نتعلم معا كيف نكتب المطوية ومما تتكون المطوية. بيقول لك ايه احبائي؟ تتكون المطوية كما يبدو امامك من ثلاثة ايه؟ اجزاء. ثلاثة ايه؟ اجزاء. الجزء الاول طبعا اي شيء لابد ان نكتب في بدايته ايه؟ العنوان. جزاك الله خيرا. ثم نضع صورة تعبر عن العنوان. يبقى كل مطوية الجزء الاول تحتوي على العنوان وصورة تعبر عن العنوان. الجزء الاول من المطوية حبيبتي يحتوي على العنوان يميس وصورة تعبر عن العنوان. جزاك الله خيرا. في الوسط جملة تعبر عن الموضوع ونسرد الموضوع. في الوسط جملة تعبر عن الموضوع ونسرد الموضوع. يعني ايه نسرد؟ نشرح الموضوع. ما انا لازم المطوية تعرفني عن الموضوع. لو انا كتبت عنوان تاني يبقى انا هعرف مطويتي عن ايه؟ لا يعني. يبقى لابد ان نكتب جملة صغيرة بتجذب انتباه الانسان اللي بيقرأ المطوية، ثم نوضح ونفصل موضوع المطوية. نوضح ونفصل ايه؟ موضوع المطوية يعني. طب هنعمل كتاب داخل المطوية عن الموضوع؟ لا يا حبيبتي، جمل صغيرة وبسيطة توضح لك ايه الموضوع. جمل صغيرة وبسيطة توضح لك الموضوع. يبقى تاني اراجع الجزء الاول، عنوان المطوية، صورة تعبر عن العنوان. الجزء الثاني جملة تعبر عن الموضوع وايه؟ نسرد ونعبر عن ايه؟ موضوع المطوية. الجزء الثالث حبيبتي سؤال عن المطوية، من خلال تكون انت فهمت موضوع الايه؟ المطوية. يبقى السؤال، طب هضع السؤال بدون اجابة؟ لا، السؤال والاجابة. السؤال والايه؟ والاجابة. حبيبتي لكي اتأكد انك فهمتي حدثيني عن مكونات المطوية. ميس المطوية عندنا هتتكون من ثلاثة أجزاء. أول جزء عندي أكتب فيه العنوان وصورة تعبر عن العنوان. جزاك الله خيرا. الجزء الثاني، الجزء الثاني بنكتب جملة تعبر عن الموضوع وبنسرد الموضوع في جمل صغيرة نشرح فيها الموضوع عبارة عن إيه. ميس جزاك الله خيرا حبيبتي. الجزء الثالث، الجزء الثالث بيبقى سؤال عن المطوية من خلال اللي أنا شرحته في 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 الجزء، الجزء في الثاني، في الثاني والإجابة أيضا عنه يعني. جزاك الله خيرا. أو بدعم موضوع الإيه؟ المطوية من خلال السؤال والإجابة بدعم موضوع الإيه؟ المطوية.
باكد عليك زي ما انت بتتفق مع ماما وتفضل تقول لها ايه ماما احنا اتفقنا ماما احنا اتفقنا، بتكرر الجمله مرتين ليه؟ للتاكيد. يعني للتاكيد. الجزء الثالث بيؤكد على موضوع الايه؟ المطويه. المطويه. هيا معا ناخذ مثال عن المطويه. بيقول لي ايه احبائي؟ نموذج كتابه مطويه. الجزء الاول: القراءة غذاء الروح. القراءة غذاء الروح. حبيباتي كرري عنوان المطوية: القراءة غذاء الروح. جزاك الله خيرا حبيباتي. وهنضع صورة طبعا قراءة، يبقى نضع صورة ايه؟ صورة كتاب. جزاك الله خيرا حبيباتي. الجزء الثاني هنضع ايه؟ موضوع الايه؟ المطوية. بيقول لي ايه يا حبيبة؟ هجذبك ليا عشان تقرأ المطوية، فأحط لك عنوان جذاب بيقول ايه؟ القراءة حياة. فعلا يا احبائي القراءة حياة. عندما تقرأ كتاب عن أعماق البحار تعيش الحياة البحرية، عندما تقرأ عن الفضاء تعيش الحياة في الفضاء. القراءة حياة. عندما تحب القراءة تسرح في العديد من المجالات التي تقرأ عنها وتعيش هذه الحياة. يبقى القراءة ايه حبيبتي؟ حياة. حياة. القراءة حياة. ليه؟ القراءة تجعل الإنسان أكثر علما ومعرفة ونفعا. يبقى لماذا القراءة حياة حبيبتي؟ ميزة القراءة تجعل الإنسان أكثر علما ومعرفة ونفعا. جزاك الله خيرا. أكثر علما ومعرفة وإيه؟ ونفعا. كما قلت لك من سابق من القليل من الوقت، القراءة حياة. عندما تقرأ في مجال معين تعيش هذا الإيه؟ المجال. أول ما قرينا كلمة القراءة حياة جذبتك أم لا؟ جذبتني طبعا. يبقى لابد أن يكون الجملة التي توجد في الوسط تجذب القارئ لموضوع المطوية، تجذب القارئ لموضوع الإيه؟ موضوع المطوية. لا نقصر في عدد كلماتها ولكن تكون دالة على موضوع المطوية. هيا معا نأتي للجزء الأخير من المطوية. لماذا يجب علينا جميعا القراءة؟ ده ايه السؤال، ولابد ان ايه ان نكتب الإجابة. لماذا يجب علينا جميعا القراءة؟ لماذا يجب علينا جميعا القراءة حبيبتي؟ لان القراءة ايه؟ لان القراءة تجعل الانسان اكثر علما ومعرفة. يبقى هنقول ليه؟ لنزداد علما ونصبح اكثر نفعا لانفسنا وللوطن. يبقى هنا الجزء الثالث اكد لي ان القارئ فهم موضوع الايه؟ المطوية. او انا باكد على القارئ موضوع الايه؟ المطوية. من خلال سؤال وايه؟ وإجابة. يبقى امامكم دلوقتي الان امامكم نموذج كتابة مطوية. الجزء الاول العنوان، وهو العنوان ميس القراءة غذاء الروح. تحت العنوان وضعنا سورة الكتاب تعبر عن موضوع الايه؟ موضوع المطوية. جزاك الله خيرا. في الوسط وضعنا عنوان جذاب للمطوية وهو القراءة حياة. وكنا بتفصيل موضوع المطوية في جملات صغيرة، هي القراءة تجعل الانسان اكثر علما ومعرفة ونفعا. جزاك الله خيرا حبيباتي. لماذا يجب علينا جميعا القراءة في الجزء الثالث؟ سؤال واجابة. لنزداد علما ونصبح نزداد علما ونصبح ايه؟ اكثر نفعا لانفسنا وللوطن. جزاكم الله خيرا. فهمنا موضوع المطوية حبيبتي. هيا معا ناخذ بقى ايه سؤال على الايه المطوية. بيقول لي اجب ما عنوان المطوية. قلنا عنوان المطوية ايه حبيبتي؟ القراءة غذاء الروح. جزاك الله خيرا حبيبتي. هل تحتوي المطوية هل تحتوي المطوية على صور ورسوم؟ نعم يا ميس، كانت تحتوي على سورة ايه؟ كتاب مفتوح. على سورة ايه حبيبتي؟ كتاب مفتوح. طيب هل تحتوي المطوية على أسئلة؟ نعم. لماذا يجب علينا؟ ما هو السؤال؟ لماذا يجب علينا جميعا القراءة؟ جزاك الله خيرا حبيبتي. ما الهدف من المطوية؟ الحث على القراءة يا ميس. الموضوع كامل بيكلمنا عن الايه؟ القراءة. يبقى الحث على القراءة. القراءة. طيب حبيبتي نكمل معا. بيقول لك ايه بقى؟ اكتب مطوية للحث على تناول الطعام الصحي. اكتب مطوية للحث على تناول الطعام الصحي.
يلا حبيباتي احنا قلنا عشان نكتب مطوية لابد ان نكتب نقسم كم جزء؟ نقسم المطوية ثلاثة اجزاء. اول جزء هكتب فيه العنوان ونكتبه الطعام الصحي المفيد، وتحت جزاك الله خيرا حبيباتي اكملي. تحت العنوان هنضع الصورة، صورة مثلا طبق سلطة لان السلطة دي مفيدة جدا وصحية وبتحتوي على العديد من ايه من المجموعات الغذائية زي ما خدناها في الهرم الايه في الهرم الغذائي الغذائي جزاك الله خيرا. وضعنا صورة تعبر عن العنوان، وضعنا صورة ايه تعبر عن العنوان. ماشي حبيباتي اكملي. في الجزء الوسط يا ميس هنكتب الموضوع يا ميس، هنقول الطعام الصحي نظام حياة، فالصحة ليست في كثرة الطعام وإنما في تناول الطعام الصحي المفيد، فصحة العقل في صحة الجسم. جزاك الله خيرا حبيبتي. الجزء الثاني بيتحدث عن موضوع الايه المطوية، وبيقول ان الطعام الصحي نظام حياة، فالصحة ليست في كثرة الطعام وانما في تناول الطعام الصحي الايه المفيد، فصحة العقل في صحة الجسم. ميس والجزء الثالث بقى من المطوية هنحط السؤال والإجابة. السؤال ممكن نقول لماذا يجب أن نتناول الطعام الصحي؟ حبيبتي بارك الله فيك، لماذا يجب أن نتناول الطعام الصحي؟ طب لماذا يجب أن نتناول الطعام الصحي؟ ميس لكي نتمتع بصحة جيدة ولنحمي أنفسنا من الأمراض. جزاك الله خيرا. يبقى نتناول الطعام الصحي لكي نتمتع بصحة جيدة ولنحمي أنفسنا من الأمراض. وبكده يبقى المطوية إيه يا حبائي انتهت. وضعنا في الجزء الأول العنوان وصورة تعبر عنه، ثم شرحنا موضوع المطوية في جمل صغيرة في الوسط، ووضعنا في الجزء الأخير سؤال وإجابة. ودلوقتي ايه معادنا مع سؤال المتفوقين، وهيسألنا ايضا عن المطوية. اكتب مطوية للحث على ترشيد استهلاك المياه وعدم الاسراف فيها. يبقى المطوية اكتب مطوية للحث على ترشيد استهلاك المياه وعدم الاسراف فيها. منتظرين الإجابة في التعليقات مع الإجابة على أسئلة المطوية. ما عنوان المطوية؟ هل تحتوي المطوية على صور ورسومات؟ هل تحتوي المطوية على أسئلة؟ ما تنسوش تكملوا الإجابات في التعليقات. ودلوقتي معانا أكمل مما بين القوسين. أكمل مما بين القوسين عندنا كلمات الرئتين، عضلي، قبضة، الدم، الأكسجين. نقول تاني الرئتين، عضلي، قبضة، الدم، الأكسجين. أول حاجة بيقول لي القلب هو عضو نقط في جسم الإنسان. رقم 2، طب القلب هو عضو عضلي، القلب هو ايه؟ عضو عضلي. القلب هو ايه؟ عضو عضلي. جزاك الله خير. رقم 2 حبيبتي، القلب في حجم نقط اليد. ميس في حجم قبضة اليد. يبقى قلنا كده القلب في حجم قبضة اليد، يعني قلبك في حجم قبضة يدك، في حجم قبضة ايه؟ قبضة يدك. جزاك الله خير. رقم 3، يوجد القلب بين نقط. يوجد بين ايه؟ ميس الرئتين. جزاك الله خيرا. يوجد القلب بين الرئتين. اكملي حبيباتي. وظيفة القلب هي ان يضخ نقط الى جميع اعضاء الجسم. ايه ما وظيفة القلب؟ ضخ ايه؟ الدم. الدم. يبقى وظيفة القلب هي ان يضخ الدم الى جميع اعضاء الجسم ويحمل نقط والعناصر الغذائية. ويحمل ايه؟ الاكسجين. الكلمة التي تبقت لنا الاكسجين. نراجع معا مرة ثانية، القلب هو عضو نقط في جسم الانسان. عضو عضلي. جزاك الله خيرا. القلب في حجم نقط اليد. قبضة اليد. يوجد القلب بين الرئتين. وظيفة القلب هي ان يضخ نقط الى جميع اعضاء الجسم. يضخ الدم. ويحمل نقط والعناصر الغذائية. الاكسجين. جزاك الله خيرا حبيباتي. بنتمنى ان يكون الحمد لله
كلنا استفدنا من درسنا اليوم وهو الهرم الغذائي، وتعلمنا أهمية تناول المجموعات الغذائية بكميات بعينها، واستفدنا من كتابة التعبير الكتابي وهو المطوية. نتمنى من الله عز وجل التوفيق للجميع، وانتظرونا طلبة وطالبات الصف الثالث في فيديو آخر ودرس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.